حبايب قلبي أجمل تحية لكم. واليوم عن جد فيديو مخصوص، يعني كل مين اشترك عندي جديد بصفحتي، يعني دا أتابع صفحتي أول بأول، كل يوم يزيد واحد واثنين وثلاث، مع عن جد مبسوطة. أتمنى التفاعل أكثر عشان بس أقل شيء أوصل للمئة ألف، لأنه عن جد حاج يعني صار لي 3 سنين ما وصلت المئة ألف. أتمنى المو مشترك بعد يشترك ويجيب خواتها أخوتها عمامها عمومتها جيرانها كمان، زاد تحط الاشتراك. بس ليش عم تضحك؟ تستاهلين يا أم يوسف، أكيد رح يقولي تستاهلين يا أم يوسف إن شاء الله. وعن جد التعليقات حلوة كثير، يعني الله ينطيهم كل العافية يا رب. فيديو اليوم شنو أم يوسف؟ فيديو عادي يعني منزلة الطبخة هيك، بس حبيت يعني شوية أشترك معاكم. بيني وبينكم عندنا الميتور خربان وما صلحناه، كنا نطلع هيك مشوار شيء، بس يلا هذا الفيديو بس كرمال حبايب قلبنا نشترككم جديد معانا. وبيوسف بتلاش تبي ملفوف صلوا 3 أيام يا بيوسف، تحكي له طبخنا ملفوف شغل دراويش يا جماعة، شغل دراويش. شو سوينا اليوم الطبخة؟ ملفوف، يعني نلف نلف؟ ايوه نلف لفينا يا يوسف. الف لك يا يوسف. هاي بنات حطيت راسين ملفوف، كل راس يمكن كيلو ونص كيلو، والله بالضبط نسيت. بدي اطلعهم برات الثلاجة، ما ظل مثل اول نسلق ونقعد نسوي شغلات، هاي حطينه قبل بنار. هو اذا حط بالثلاجة يفيد يعني يا يوسف؟ ايوه يذبل. هو شنو بسلك انه يذبل ويستوي نص سوية. بس احنا بلا ما نسوي نص سوية، اكيد يعني بالسلق يصير نص سوية، بس احنا ما بدنا، يعني بدي بس يذبل واقدر اطلب. قام البرادي يضوي وين عندي كيلو لحمة صراحة، كله مجمد يا يوسف، كله مجمد. اي انت خلينا اترك شغل الساعة ساعتين عزف دغري يفك عنهن، حاضن على الشمس لبين ما يفك عنهن، اجهز الحشوة ونشوف اليوم احلى طبخة ملفوف من ايد ابو يوسف. بس عن جد ابو يوسف بدهجان قل شيء، عارف تعرفون ايش بدها ام يوسف؟ والله عارف، تقول لك عظام وما عظام وغير وغيراته يا عقل شيء جو الملفوف، والله افهم عليك يا فروج. بس انت مشكلتك مشكله مع الكوليسترول تبعولك، انت مشكله يا حبايب قلبي. انا مو معي كوليسترول وضغط، ما قرب نواه الاشياء الدسمه احاول اهرب منهم وحارمنا. طيب شو سواني؟ يا هات حالك انت وكلي يا اخي، شو اطبخ لحالي واطبخ ايه حبايب قلبي. خليكم مع ام يوسف اليوم، عندها تعجبت لكم اليوم اكلة الملفوف. حبايب قلبي هاي بوسه لمين؟ للمشتركين الجدد والقدم على راسي كمان، اتمنى تتفاعلون اكثر واكثر. حبايب قلبي خليكم معنا. وين يا بنات؟ بدنا نبلش بالحشوه بعد ما شنو جهزناها، بدنا نبلش شنو نطبخها. قلت لك يعني الفيديوهات انا ما احب اعلم، بس اكيد البنات اللي مبتدئات رح يفهمن علي ايش دا اقول. اني تعال انت تشوف، هنا عندي كيلو رز اني نقعته شو رز مصري قصير، شايفات نقعته شوي شغلت ربع ساعة لبين ما جهزت. وعندنا اكيد اذا احنا جوانا على الطريق ابهار وفليفلة، عندي الفليفلة حارة بالحيل ما كترت شوي، راح نحطهن. وعندنا اكيد الملح يا سيد الاملاح، الملح انت تعرفين حسب عيلة شنشكة تحب الملح، في ناس والله تحب الملح زيادة، في ناس لا، نحنا معودين على الباهت الحمد لله. شنو النوب؟ عندنا دبس بندورة هين نقول له صلصة، وعندنا سنين ثلاث ثوم راح اخلطهم كلياتهم مع بعضهن. عندنا اكيد ما ننسى كمان، لا لحظة شيلهم عن طريقي، وعندي اكيد الماجي. يا سلام اكيد الماجي، هذا كل اشياء الرز، كل اشياء الرز لازم نحط ماجي. وبدي اعلم شنو عندي هنا، مثلا بندوره، عندي بقدونس، بس يعني هذا الشغلات المحاشي والملفوف يعني الناس بتحط ما تحط بندوره او بقدونس، انا افضل احط بندوره وبقدونس كرمال تجيب الطعم هيك، وما بعرف
بيا ناس حسب كيفه. انا احبهن شوف يا ما شاء الله ما يتكسر. المهم هذا خلطناهن سوا سوا ليندمجن مع بعضهن كلياتهن، نعرف نتاكد. وانت مثل ما قلت لنا هالشيء اختياري، هل تحط بقدونس او بندوره. وهين بنات بعد ما خلطتها شوفوا ما شاء الله، راح احط لها اللحمه، ذابت اللحمه راح احط لها اللحمه. بسم الله تفك شوي. هم بنات مشان اجهز دوري مشان ما اطول عليكم سيره. وهين عندنا بقدونس كمان، في ناس تحط بقدونس بندوره، في ناس ما تحط، حسب كل واحد هو ورغبة الاكل. عندي كمان حبتين بندوره راح انزلهن شوفن، وراح اخلطها منيح منيح وارجع لكم. وهين بنات ما شاء الله ما شاء الله، اكيد انتن عليكن تذوقن شلون الملح وشوفن ما شاء الله شلون صارت. ويلا خليكن اخرى لنكمل شغلة النوب. يعني شلت الحشوة بدي ابلش براس الملفوفة. شوفن يا بنات يعني صرنا قبل نسلق ونسوي حز ما ضل سلق، ويعني بي ناس تسوي سلق ومشكل وملون حسب ما انت بدك، بس عن جد زاد هاي الطريقة كثير منيحة وعن جد رائعة. بس أنا ما بدي أطول بالي عليهن، بدي عالسريع لأنه بدي أطبخ أجهز طبختي. شوفن بدنا نطول بالنا ما شاء الله، شوفنا كأني مسلوق وجاهز وخالص، لكن حتى بالتقطيع حتى شايفة بس عليش سوينا. شوفن تسحبنها الطاولنها هذيش ايش قد عاد انتن بتشن القياس. شوفن شد القياس بتشنية، انا احب ارجع اسوين هيش شفتن. وهاي مثل هاي كمان شلون تطلع هيش، هذا يصير اربع حبات ونكمل اخرى شفتن. يعني عن جد يعني شلون بدي اقول لك طريقة، عن جد الواحد لازم يضل يتعلم شغلات كثيرة. بس اني جنة بس طول بال بس لبين شنو ما تفك الثلج منيح عنها، لانه انا ما طولت بالي عليهن، بدهن شويه وقت. وها شفتن يعني هذا كله ينقص. انا عاده اذا ما عندي فروج او مثلا لحمه احط جوا الملفوف، احط هذا الحبات هذنا احطهن جوا الملفوف. وعن جد طريقه رائعه نلفن ما شاء الله عليهن. يعني انا مدى بنات بلشنا نلف، انت البنات شوفن ايش قد ورقتشن ايش قد بدها وتلفنها. في ناس دا تسكرها هيك كلياتها، في ناس بتسكرها بس من النص يعني بس الحكم الرز بين لفيناها. شوف المحلاتها غير شكل. بس اليوم انطني رايك بالزينه اللي حطيتها هيك ديكورات ديكوراتي شوي شان تنشط تنشط يا بنات شان نتفائل. اكيد بنات اني منزلة هالاشلاء بس حبيت اليوم اتسلم معاكم. وانت شايفة في ناس ما تسكرها بس تعملها هيج، والله عن جد جربتها اني ما تطلع رز ابدا ابدا شفتن. طبعا منظرها غير شكل كمان. يا سلام يا سلام ونبيش يا ام يوسف. وخليكم معانا لبين ما اخلص ونركبهن على النار ناكلهن. وهين يا بنات شوفوا لي هالمنظر من احلاتهم ما شاء الله. وهين بدنا نحط شنو؟ مية صلصة يعني دبس البندورة، احنا هين نقول له صلصة سوريا نقول له دبس بندورة. بسم الله نهدي بالنا ننزل عليه دبس البندورة شوي شوي. اكيد بدنا نغطيه بصحن كل ما يطوفن ثواني. واكيد بحط عليه الملح والثوم والنعنع بالمرة مشان لان بهدي النار عليه واخليه على مهل يستوي. شوفوا لي هالمنظر مع احلاته يا عيني يا سلام. مياتي طلعنا على قدم. وهنا شوفن الحزاني مشغله جواه على الهادي. وين عندي سنين ثوم راح احطهن واكيد الملح
ما راح انساه. وشنو النوب اخر شيء؟ النعنع. وخليكم معاي لبين ما يستوي حبايب قلبي. الله حي ام يوسف، حي السبعة ام يوسف. الله بربك تفرج من الربع تفرجهم. شوف لي المنظر بجنن جنن ابي يوسف. هيا عن جد احنا يعني طبخنا اليوم طبخة هيك، وعن جد بتشكر كل انسان جديد على صفحتي، على صفحة عائلة ام يوسف انضم جديد، والقادمين اجمل تحية لهم. واتمنى شنو؟ الاشتراك وتفعيل الجرس ليجيكم كل شيء جديد من عائلة ام يوسف. وخليكم معنا، ها ترى المغالب ما احنا ناسين هنها ابدا، بس لساتنا شوي 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 حبايب قلبي. راح نعطيكم نظرة صغيرة عن الطبخة حبايب القلب. وتحياتي لكم، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصيركم كل شيء جديد من عائلة ابو يوسف وام يوسف. وام يوسف تقول ابو يوسف، عفوا ام يوسف وابو يوسف. وراح نكمل. احلى شيء هذاك، ايش تعي سويناه؟ قاعد يستنى الاسماء. جوعان جوعان والله جوعان. ولا تاخذونا حبايب قلبي الحم ان بي بنات نسوان حبا. ايه حد يستهنى الاسماء الله عليا. ان شاء الله ان شاء الله يكون يصير عندهم ويطبخ ليش طبخه خفيفه. الله كريم يا الربع. تحياتي لكم من عائله ابو يوسف وام يوسف حبايب قلبي.